بدات تدور على منتجين، جالك استاذ عبد الله ايش ايش، قال لك على استاذ طارق عبد الله. ايوه. وبعدين وحميد، مع حميد من البدايه كانت عملنا غنوتين، غنوه الحان وغنوه الحان استاذ حسن ابو سعود الله يرحمه. وبعد كده بقى قعدنا لا بس انا كنت عارف ان كان في بدايه مع استاذ طارق عبد الله كبيره يعني، يمكن وصحح لي لو انا غلط، ان في فتره كده في فتره البلوف كان شرط عليك ممنوع تمسك مايك وممنوع طبعا. ممنوع قعدت فتره وما اشتغلتش، كان بيديني مصروف، يديك مصروف علشان ما تغنيش، ماليش الهال، ماليش الهال. وكنت ازاي تديني مصروف واحد ما تعرفش صوتها يبوظ ولا يبقى كويس؟ بس هو انت لو كنت غنيت في الفتره دي كان صوتك فعلا فعلا باظ. رحت كليه تربيه موسيقيه، ودرست فيها، واللي انا كنت بغنيه في الافراح عكس اللي هو موجود طبعا، فبقيت اغني في الافراح بطريقه كليه تربيه موسيقيه. مش عارف فده يقول لك الواد اتجنن ولا ايه، هو بالنسبه لهم ده جنانك، فلازم الافراح دي تغني قليل بقى وتقول من الاخر. فاللي فادني قلت لا خلاص بقى انا اقعد وانا ورزق. طيب فكره انك انت تقدم اغنيه زي دايما دموع او الايام، او في وقت كنت سن صغير، ما ده اللي احترمته، ما شفتش دموع يعني، لسه ما شفتش الايام. ما ده اللي احترمته في استاذ سيد عبد الله ومصطفى كامل، لان مصطفى كامل وعصام كاريكا دول ناس انا مش هنسالهم، وحطيت معانا واشرف عبد الموزع. هما قالوا هو ليه دايما يعمل لما يعملوا اغاني الاطفال يروح عامل طالع عامل مش عارف غنوه للاب لبنت الجيران، او مش بنت الجيران طبعا اللي موجود، يا ريت لو تهنا بنت الجيران تاني المقدمه شويه. بالظبط. فهم قالوا ليه ما نعملش الحاجات الحزينه قوي مع واحد صغير في السن. انا بصراحه كنت ساكت، انا بعمل اي حاجه عايز اغني، يعني اغاني مهمه جدا. الايام دموع بخاف كانت بتاعت اهم مطربين في الوقت ده. الاغاني دي مش كانتش بتاعتك؟ ترى عبد الله دفع فلوس اضعاف الاضعاف وخد مين؟ اسماء. لا ماشي، مش هدوء اسماء كبيره قوي، فدي مش عايزنا نشيلها له؟ لا طبعا. بقول لك كان يروح يدفع اضعاف الاضعاف. لا الناس بتتكلم قد ايه انت عندك ولاء وعندك وفاء لاستاذ طارق عبد الله. يمكن مش ما يكون حاجات انا شفت حاجات يعني، ولكن انت ما بتحطش لوجو مع انك مطلوب من اكتر من شركه كبيره وطلبت كتير السنين اللي فاتت. بس انت كنت على انا لما لقيت اللي انا لو رحت لشركه ثانيه وهزعلك مني، انا قلت انتج لنفسي. رحت اعمل اشرب شاي وعامل كل الحاجات واغاني المسلسل، قلت انا انتج لنفسي. والاعلانات اللي فاتت غنوه الجدعانه اللي هي اتصالات والحاجات دي ومحمد كل ده انتاجي، عشان ما ازعلش عشان ما يشوفش لوجو بتاع شركه ثانيه. طب وكان دور حميد الشاعري ايه في الفتره دي؟ كان بيوصلني لطارق عبد الله، بس ما اشتغلناش كتير. كان نفسي اشتغل مع حميد كتير، بس جت الفتره الازمه بتاعت النقابه وبتاعت حميد، فوقف تعطل طبعا. لكن حميد قبو ده الجامد، طلع اجيال بقى. هو في زيه؟ فيش تاريخ. لما المفروض يعني انا اتمنى ان بجد الجيل اللي موجود دلوقتي والناس اللي موجوده دلوقتي لازم، يعني انا مش عارف اوصلها لك ازاي، لازم حميد الشاعري يتعمل له حاجه مهمه جدا، نعرف الاجيال الجيل اللي موجود ده دلوقتي مين هو حميد الشاعري. بينزل الحفله وكنتوا بتبقوا معاه اسامي مين اللي بتقف مباريات تغني؟ لا لازم يعرفوا مين حميد الشاعري. يعني الواحد بيتضايق اللي غير شكل الاغنيه، اللي غير اللي سبب، هو اللي عمل الاجيال اللي موجوده دي حقيقة. هو سبب عند ربنا بجد، يعني الشاعري ده جه ليبيا كان سبب ان الغنوه المصريه دي تروح في حته ثانيه خالص.